بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن الله تعالى أهل النكاح وندب إليه وأغرم السفاه ووعد عليه فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Roma